السلام عليكم وأسعد الله مساكم. عرفت إحدى الولايات الجزائرية منذ قليل حادثة خطيرة ومؤسفة رعبت الناس، وقبل الخوض في تفاصيل يرجى متابعة الفيديو للأخير والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. اندلع حريق مهول اليوم الأربعاء بغابة بلدية عين البيضاء بولاية ورقلة، وحسب ما أورده التلفزيون العمومي الجزائري تتواجد مصالح الحماية المدنية رفقة أفراد الجيش الشعبي بعين المكان لإطفاء هذا الحريق المهول والذي وصلت ألسنته إلى السكان ومستعملي الطريق. فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين ومستعملي الطريق.